مرحبا أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا النقل الحي المواكب لوقائع انطلاق النسخة السابعة من المهرجان السنكي الدولي. هذا المهرجان الذي سينطلق بعد قليل بالملعب الأولمبي تحت إشراف سامي لرئيس الجمهورية. وننتقل بكم أيها السادة إلى الملعب الأولمبي، حيث الزملاء مختار بابا أحمدو، سعيد حبيب، أحمد جوب، ومحمد تنجا، ولينا جاي. مساء الخير مختار. مساء الخير مختار. طيب مختار، ماذا عن التحضيرات، وضع المسألة الأخيرة على قبل انطلاق هذا المهرجان؟ وسنتحدث بطبيعة الحال عن المهرجان وعن مختلف الفقرات التي سيشهد هذا المهرجان. نعم، شكرا جزيلا، تحية طيبة مشاهدي قناة بريطانيا في كل مكان، وحييكم من الملعب الأولمبي هنا في العاصمة، حيث نواكب معكم هذه اللحظات انطلاقة النسخة السابعة من المهرجان الدولي سونوكي المنظم هذه المرة في العاصمة نواكشوط. هذا المهرجان الذي يتوقع أن يشرف رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني على حفل افتتاحه بعد قليل. بدأت كما تشاهدون في الصورة أمامي خلفي وهنا في باحة هذا الملعب، كل الترتيبات الفنية تم اتخاذها لإطلاقة هذه النسخة التي تعتبر هي الثانية من نوعها تنظم في العاصمة نواكشوط بعد النسخة التي احتضنتها العاصمة 2014. كما تعلمون في البداية، اسمحوا لي سيد مختار أن أحدثكم عن هذا المهرجان، عن الهدف وعن الفكرة بشكل عام. هذا المهرجان هو وليد فكرة تولدت قبل السنوات عند مجموعة من شباب من مجتمع سونوكي، أغلبهم يقطنون في الخارج، تم التنسيق فيما بينهم مع زملاء وأصدقاء لهم من مختلف هذه البلدان، من موريتانيا خاصة ومن السنغال ومالي ومن غامبيا. أسسوا رابطة ثقافية تهتم بتدخلات اجتماعية لتخدم هذا المجتمع. هذه الرابطة بعد سنوات أصبحت استطاعت أن تنظم هذا المهرجان الذي أصبح مهرجانا دوليا ينظم بعد كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء المؤسسين. هذا باختصار عن الفكرة بشكل عام. أما اليوم فالعاصمة تحضن هذه التظاهرة بفقرات متنوعة. هنا أمامي في المنصة الرسمية تمت دعوة عدد كبير من الشخصيات الوطنية وشخصيات دولية يمثلون مختلف البلدان، مختلف الشخصيات المهتمة بالشأن الثقافي والاجتماعي المهتمة بهذا المجتمع. معي هنا طاقم متكامل فني وإعلامي، هناك زميل سعيد يحيله الميكروفون ليحدثنا، طبعا باستعانة ببعض ضيوف من اللجنة المنظمة، يحدثنا تفصيلا عن فقرات هذا الحدث وهذا المهرجان. سعيد، هل تسمعني؟ نعم، إذا في انتظار أن يكون سعيد جاهزا اسمحوا لي أحدثكم فقط عن الصورة العامة الآن بخصوص المنصة الرسمية. كما تابعتم تشاهدون هذه اللحظات، وصل عدد كبير من أعضاء الحكومة، عدد أيضا من المدعوين من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في نواكشوط، أيضا شخصيات وطنية ودولية خاصة من الدول من جمهورية مالي ومن جمهورية السنغال ومن جمهورية غامبيا. تم الدعوة وتهم بين وزراء سابقين وبين شخصيات فكرية وعلمية وأساتذة ومفكرين، تم دعوتهم لحضور هذه التظاهرة، بالإضافة أيضا إلى شخصيات وطنية تمثل مختلف الطيف الموريتاني، جاءوا ليواكبوا معنا أولا بأول هذه التظاهرة. وإذا كان زميل سعيد جاهز، سعيد حدثنا قريبنا أكثر بالصورة مع ضيوفك الكرام هناك. نعم، كما تابعون معنا مشاهدي الكرام في الخلفية الصورة المنصة الرسمية التي تحتضن السيد رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، الشخصيات المدعوة في هذه التظاهرة الثقافية والكلتورية التي تسعى إلى إعادة إحياء التراث السلوكي، هذه المكونة الاجتماعية
الفاعلة والمؤثرة وذات التاريخ التليد وذات الثقافة الغنية. هي وفق الفكرة التي تدافع عنها هنا في تنظيم هذه التظاهرة تسعى إلى تقديم نفسها إلى العالم كمكون ثقافي واجتماعي على صلات وعلى علاقات بمختلف المكونات الوطنية والإقليمية. لذلك هذه مجموعة دول التي توجد فيها مجموعات من الصنوكي، فيها بلادنا ومالي والسنغال وغامبيا، واتفقوا على تنظيم مثل هذه للتعريف بها، وهي تنظم في نواكشوط للمرة الثانية. كانت أول مرة تم تنظيمها عام 2014. طبعا هذه المجموعة تسعى إلى تقديم صورة ناصعة عن التراث الأدبي والثقافي والفكري والاجتماعي، وعن العادات والتقاليد التي تكترثها هذه المجموعة. وسوف تضيف لكم عدد من الإخوة الذين يعملون في إطار هذا المهرجان على إبراز المكونة الصنوكية بثقافتها وبعاداتها وبتقاليدها، معي زميل تانديا من تلفزيون الموريتانية وأيضا من مكونة الصنوكي، وهو فاعل في هذا المهرجان وأحد المنظمين والمشرفين عليه ولديه أفكار في هذا الموضوع. تانديا، ذكرت لي قبل قليل في دردشة جانبية أن الصنوكي كمكون اجتماعي هم فئة اجتماعية وطنية، وأن الصنوك تعود إلى أسوان وهي مدينة مصرية. حدثنا عن هذه العلاقات التليدة المتوارثة والتي أثمرت في مراحل عديدة عن وجود قادة من الصنوك في مملكة غانا، ويعني انتشار هذه الثقافة واصطهارها في بوتقة واحدة مع الثقافات الوطنية في بلادنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، شكرا جزيلا سعيد. هذا اليوم هو يوم عظيم لكل سونيكي حيث كان، سواء كان في موريتانيا أو خارج موريتانيا. طيب، كما ذكرت لك آنفا، المجتمع السونيكي مجتمع قديم، له آداته وتراثه وتقاليده. في أول الأمر كانوا في مصر حسب ما ذكر المؤرخون، كانوا يسكنون في مدينة تسمى مدينة سونيكي، وإلى هذا الاسم نسب اسم السونيكيين. بعد ذلك انتقلوا إلى دول أخرى إلى أن وصلوا إلى إفريقيا، بدءا بمالي ثم إلى السنغال ثم مالي ثم إلى موريتانيا، ومجتمع متشعبة ويسكنون في شتى الدول الإفريقية مثل في مالي وفي السنغال وفي موريتانيا. لكن بسبب هذه الرابطة العالمية الدولية التي تجمع المجتمعات السونيكية في هذه الدول، ارتأوا أن ينظموا مهرجانا سونيكيا سنويا، واليوم نظم هذا المهرجان في موريتانيا، وهي ثاني مرة ينظم في على مستوى نواكشوط مهرجان هدفه هو إبراز عادات وتقاليد المجتمع السونيكي في بعده الثقافي واللغوي وكذلك الحضاري. وهذه المرة لها ميزة خاصة لأن رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني وبعد لحظات سيشرف على افتتاح هذا المهرجان بحول الله تعالى. وعدد المشاركين في هذه المرة كثيرون جدا، جاءت وفود آلاف مؤلفة من مالي، وفد رفيع المستوى يشتمل على أمناء عامين السابقين لحكومة مالي ووجهاء، وكذلك أيضا وجهاء ومفكرين وعلماء إلى غير ذلك. ولكن إن شاء الله سأستضيف زميلي أبو بكر قادم من أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، لمشاركة هذا المهرجان لكن باللغة السونيكية. أبو تانيا نانكوين ناقانتا لنكي كوتاكي ألا داتاوانيكي فيستيفال وانا نجري مع إتازيني للي أمغا موريتاني.
adalanyana megeturu aramani giyakui adu faida be igarake jandolo konte bari nosho ndan kunyi dan nawari nda mare mun kunyi ibe sugadi hajunga raka bangari yarna nda ka ban kunyi nda murita di dan man kunyi anga ya tirni de ke be dabari tirni de ke a faida nga aga be nyani a ke tani tahilan tahilan dinyani aga nyada yarna ne murita ni hobe ga sigi ke faida ngai soroku asu idambe mugu sorongiri gelli amerika donc hobe ga sorongiri gelli france gelli mali japan sukari yarna ne ke ngara koy na tike dangani e khanne nga ho hore nyani sere culture nga ho hore nyani yirigi yirigi soronga jogore golle nga hobe kama imime كما أشكر رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد إذن أيها السادة المشاهدون الفاضل تتابعون معنا وصول رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الآن في هذه اللحظات إلى الملعب الأولمبي حيث سيشرف على انطلاق هذا المهرجان وهو المهرجان الدولي السابع للمهرجان السمكي الدولي السابع. ونشير أيها السادة المشاهدون الأفاضل إلى أنه هذا المهرجان يشارك فيه العديد من السمكيين في مختلف أنحاء العالم، وقد شهدت العاصمة نواكشوط مهرجان مماثلا في العام 2014. دول المؤسسة لهذا المهرجان إن صح التعبير هي موريتانيا ومالي والسنغال وغامبيا، وهو إذن ينظم كل سنتين في إحدى هذه الدول، ويشارك فيه كذلك الكثير من القومية السنوكية من مختلف أنحاء العالم. إذن أيها السادة المشاهدون الأفاضل نتابع في هذه اللحظات وصول رئيس الجمهورية إلى الملعب الأولمبي، إذن بعد قليل ستنطلق وقائع افتتاح هذه النسخة من المهرجان السمكي الدولي السابع الذي ستستمر إذن أشغاله 6 أيام في العاصمة نواكشوط. ستشهد هذه الأيام العديدة من الفعاليات من ضمنها سهرات موسيقية وفنية، ندوات فكرية، ومعرض كذلك للمنتوجات والملابس التقليدية وغيرها من القضايا والمسائل التي تعكس ثقافة السنوكية العريقة. نعود إذن لسملاء في الملعب الأولمبي حيث نتابع فيما يلي يسأل. هذا هو سيري نعم اختار. هذا هو قبل صاروا. مع أحد المشاركين في هذا المهرجان. اللي قني وسافرني. سافر جين وبندق فعلا. وتابوا جمانهم وكان تبان. رئيس الجمهورية سيد محمد الحمد لله رب العالمين قلوا قد ما وري. وقد ساقي مينيني. شنو هي دسو أنا جماني مالي موريتاني غامبي سنغال مختار انت معنا مختار تفضل مختار بابا هو كوريا محمد الشيخ الغزواني جماني قرسي على دانغو كوريا بايري ادي مونيانير حتى هلانيا نغانيانا موريتاني بريزيدان ماري كيتا بريزيدان ياليني اغادو دارو اغادا دونا اخباري كيم كنا وكانو نا تيغانا نا تيغا دارو كيبي اغادا كاتا سوني كوما وانا دارو من دي كاتا نواري مغسيري نا اوكي دوكا هو ابلاي الان احيل الميكروفون الى زميلي مختار بابا. مختار تفضل. مختار بابا احمدو إذن كما تتابع معنا مشاهدي الكرام سنواصل معك نقل الحي انطلاق هذه النسخة السابعة من مهرجان السنوكي. هذه النسخة التي سيشرف رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني بعد قليل على انطلاقتها من هنا من الملعب الأولمبي، وكان قد وصل قبل قليل إلى الملعب هنا حيث ينتظر أن تبدأ الفعاليات الرسمية لهذه الاحتفال. هو موسم ثقافي سنوكي يسعى منظمه إلى تقديم هذه الثقافة وهذه العادات والتقاليد لدى المجتمع السنوكي إلى العالم، وإلى أن تتعايش وتنصهر مع الثقافات
الأخرى التي تحفل بها هذه المنطقة والتي يحفل بها بلدنا أيضا. إذن كما تتابعون معي هنا المنصة الرسمية باتت جاهزة لانطلاق فعاليات هذه التظاهرة الثقافية والفكرية والأدبية التي تشمل محاضرات ويعني ندوات، كما تشمل سهرات وفلكلورية. لعلكم اليوم وأنتم تتابعون معنا هذا المشهد داخل الملعب الأولمبي، في الحقيقة ليست مباراة كرة قدم بقدر ما هي مباراة في التراث والثقافة والفلكلور، يشارك فيها عن أكثر دولة إفريقية ويتعهد بها وبتبنيها عدد من رجال الفكر والمال والثقافة في المجتمع الصنوكي معظمهم الغربة. إذا كان المختار بابا جاهزا لمواصلة هذه، إذا معكم نقل سمير سعيد. نعم مختار، تفضل مختار. زميل مختار تحية طيبة مرة أخرى. نعم فعلا كما تابعتم، رئيس الجمهورية سيد محمد بن شاه الغزواني وصل قبل حين إلى الملعب الأولمبي للإشراف ميداليا على هذه التظاهرة على النسخة السابعة من المهرجان الدولي للسونوكي الثانية التي تنظم على المستوى الوطني هنا في موريتانيا. كما تابعتم رئيس الجمهورية قليل بعد قليل وبعد لحظات سيصل إلى المنصة التي أخذ فيها الضيوف المهرجان أماكنهم في هنا داخل على المنصة الرسمية. فقرات عدة ومتنوعة ستتابعونها، أولا في المحور الرسمي المتعلق بالحفل الرسمي، حفل افتتاح رسمي. بعد ذلك ستتواصل فقرات هذا المهرجان طيلة 6 أيام، والآن نحيل إلى هناك لزملاء بلغات الوطنية الأخرى ليقربوا الصورة أكثر من المشاهدين. الحمد لله رب العالمين. مسلميني دبور يم بموريتان نابي كلا hande ko nyalawma weltare leñol sonin koobe ko leñol aadi yanke ko leñol ganni yanke leñol boygol pingol gila hande arani mayon joni duubi kewdi do be cari e der duude baba adam he be jito ndiri mbele be nangotira e be jellita final mabbe gande mabbe e gongal mabbe be nangotiri be ngari be mbele e beydo finnde koye mabbe. Hande noon ko Mauritanie yonta ngol woni laabi ɗiɗi na waɗe e nder Mauritanie. Ngola lawol min mbaɗi yooɗi feewi, kono wonko mankuno hen par ce que mawɗo leydi arani. Kono ngolɗo emin jetta Allah, emin jetta mawɗo leydi Mohamed Cheikhul Kazwani par ce que omo waɗan mi teddungal mangal, omo ara kanko tewtete, kanko uddita jonde nde. Ɗum ɗo noon ala jobdi emin jettamo, emin calminamo, emin mbiyamo Allah jaramo o jaramo. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓoyata hoorede lendi Mohamed Hul Cheikhul Kazwani yettoɗo e boowal bitagal stade olympique. Joni dokkat banimen debbo Lena Dieye e ɗemgal wolof kanko ne wawi haldanimen tigi hol gongal ɗo pottal. Lena Dieye jarama mbokku téléspectateur mo télévision El Mauritania dans len jamm ci fi nga xamanteni mom moy stade olympique bu Nouakchott. Tay ci nak ñi nga xamanteni ñom ñoy saraxu lay di suñuy jamm ñom ayé tay ji dañ len koy fay tay ñom ñoy bour yi, ndax ku gis ni nga xamanteni tay ji bi yëngoo naka rek nga xam ne tay ji ni ko wolof di waxe lu yëngu lu ne lu ko yëngal ko ëpp doole. Tay nak mbokk yi ci fatali bi nak mom moy juroom ñaareeli at yi nga xamanteni soninke yi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci aduna wërngal kep dañuy dajé di def festival. Festival bobé lan lañ ci wundu, ñuy xamlé seen aada, xamlé seen ciosan, waye it xamlé li nga xamanteni mom moy seen njëlbeen ca bañuy door, li nga xamanteni mom moy seen nekk ci aduna. Ndax dina am ay plateau yi nga xamanteni dinañu ko def fi, dina am ay waxtaan yi nga xamanteni dinañu ko def fi, lépp nak ngir xamné ana lan fan la sonike ciosano ci bir
lolu mbokk telespectateur yi ma len di fatale ne tayji mën ni wax ne Mauritanie mo fi nek ndax nar yaangi fi wolof yaangi fi saraxul yaangi pular yaangi fi man mi tayji ku gis ni ma solo rek nga xamni tayji ma sha Allah sonike yi yeugal nañu rew mi di wax nak ne li nga xamanteni mom moy festival bi ñet fan la fas yene tambalé ci bësu tayji ba ba mu def ñet fan ci nak ñoo ngi ñaan mbokk telespectateur yi ki nga xamanteni mom moy jitu rew mi Mohamed Cheikhoul El Ghazouani dina tew legi te bu ñewé dinañu ibbi li nga xamanteni mom moy festival bi ba tay damay bayyi rek ki nga xamanteni mom moy samay ñoy samay natango ñu dalde ñom ñew ñom tamit dalde wax ci li nga xamanteni mom moy festivalu tayji maro amako ke linki soni ke ñani ah gis nga sama accoutrement tayji lima def yaangi nay merci beaucoup wa nena ndanku ñu ndanchura machallah anga bin mam paramparo len kan soni kan lemmeñay vraiment content na ci yow tay vrai soni ke nga machallah mon tade 100% wallahi ewa ma wax ci ewa tabarakallah machallah maremu ke festival kundu 2014 nya Mauritanie 2023 Mauritanie kebe gada kabanyana 2022 kenni corona kay mi alhamdulillah ona Allah ti gona mama o wati ni ser sugari jamane ken ko ndi akaman nam bismillah mu kenna nga lemne nga khirse nga o da kaman chu bismillah machallah voilà mbok telespectateur yi comme niñ len ko digé won njitou rew mi Mohamed Cheikhoul El Ghazouani dal dina tabbi fi nga xamanteni mom moy stade bi damay bayyi ki nga xamanteni mom moy Seyid di sama natango mu dal di ko duggal dalal ko fi nga xamanteni mom moy festival bi tay إذن كما تتابعون مشاهدي قناة موريتانيا في كل مكان هذه اللحظات وصل رئيس الجمهورية السيد محمد دول الشيخ الغزواني وأخذ مكانه في منصة الشرف هنا في الملعب الأولمبي وما هي إلا لحظات وتبدأ فقرات المحور الأول من هذا الحفل وهي المتعلقة بمحور الخطابات الرسمية التي لا شك ستعرف بهذا المهرجان وبأهدافه الأهداف المنشودة خاصة منها الأهداف الاجتماعية والتنموية والاقتصادية أيضا ثمة خطابات أخرى ستحمل ترحيبا وتثمينا لرئيس الجمهورية بدون شك كما تشاهدون المنصات الملعب الأولمبي غصت بالجماهير جماهير المدعوين الذين مثلوا اليوم في هذا المشهد لوحة فنية تعبر عن اللحمة الوطنية عن الوحدة الوطنية التي تجسد في أكثر من صورة في هذا الحضور الذي توافد إلى الملعب الأولمبي منذ ساعات زوال اليوم مدعوين رسميين ومدعوين أيضا من المواطنين العادلين إذن فقرات يبدأ الحفل رئيسة جهة نواكشوط سيد والي نواكشوط الغربية سيد حاكم تفرغ زينة سيد عمدة تفرغ زينة السادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا ضيوفنا الأكارم سيد رئيس الرابطة الموريتانية لترقية اللغة والثقافة السونيكية أهلا وسهلا بكم جميعا قل لو أن هذه التحايا بالمراد تفي لحييتكم بمعاني الشعر أجمعها حييتكم بمعاني الشعر أجمعها سيد رئيس الجمهورية نشكركم على حضوركم وعلى مشاركتكم لمهرجاننا هذا في نسخته السابعة التي تنظم تحت رعاية فخامتكم نشكركم على حضوركم كما نشكر ضيوفنا الأكارم الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم من السنغال الشقيقة من مالي الشقيقة من غامبيا الشقيقة من غينيا بيساو من غينيا كوناكري من فرنسا من الولايات المتحدة الأمريكية من أنغولا من غينيا بيساو غينيا كوناكري نشكركم جميعا على حضوركم معنا
نفتتح هذه الفعالية مع تلاوات آيات عطرة من الذكر الحكيم مع الدكتور محمد كوريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه بئس الشراب وساعة مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي قال في معناه إنما سألته عائشة رضي الله عنها قائلة يا رسول الله متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال إذا عرف نفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني والوفد المرافق لها نرحب بكم باسم الرابطة الموريتانية لترقية الثقافية السونينكية. نرحب بكم باسم كافة مكونات هذا البلد السونينكية البولارية والولفية والعربية. ونرحب بكم باسم الضيوف الذين جاءوا من غرب افريقيا من اجل حضور هذه المهرجان الثقافي. السيد الرئيس نشكركم على ما قمتم به من جهود حثيثة من أجل دعم ثقافتنا الوطنية التي هي مبرر وجودنا في هذه الحياة الضامن في استمرارية ماضنا المجيد الذي هو مستودع أمجادنا وبطولاتنا وعقيدتنا ومميزنا بين الأمم. السيد الرئيس مرحبا بكم. فثقافة السونينكية مسرورا جدا بحضوركم اليوم والوفد المرافق لكم لهذا المهرجان السونينكي الثقافي الدولي. مرحبا بكم. البيت بيتكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرمو سونينكو ودا قسو كوني ودا قا بسم الله الله تخو الله غركو قراني نانتي ايوا يوم بيغي توندي ونان كان الله ونان كفي سر سبرينتو ونان سبري ونان دغدو تونغ الله ركو قراني نانتي ايدو تاغا ايدو غانون تاغا ايدو بوغمي مي كان الله كا وفينيا فارين صلى الله عليه وسلم اتي او خمغات الجما فارين صلى الله عليه وسلم اتي عائشه غريتريندي اتي ايوا سيرين خاني الله تون كان خاتي بو فارين صلى الله عليه وسلم اتي انغنا دوتو وقتي بي يو كينيا نتي ايوا سونين كوكو فدين تو يغاتين ابس ايوا او جمانه كي خريسه محمد شيخ الغزواني او بسم الله انت قتخو او بسم الله ناتي ايوا غامبينكو او بسم الله ناتي غينينكو او بسم الله نا ايوا او نياخالي غاو بانغاندي نانتي اغري ايوا او درو
ewa oke kande wurginde ado nga me wurginde ewa o wotigana ager hamminta kunga ager kini ewa o xannu o ladeni e kunga gano o fininga pat hadimre me lada gantanga dambe gantanga nga me gantanga ewa harbane fatanga wa shukran wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. Excellence, Monsieur le Président de la République Islamique de Mauritanie. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Honorables invités. Wagadou Remou Nelendo Khairi. Mauritanie soninko nelendo khairi soninko khagiri duna lolo nelendo khairi Senegal Mali Gambia diaspora Europe Amérique o wabane sukunyini ti togondi ijamunga. Excellence Monsieur le Président de la République, nous vous remercions de nous avoir honorés de votre présence ici dans le cadre de cette activité tant attendue, de cette manifestation qui est devenue aujourd'hui une manifestation internationale pour l'expression de la culture et de la mosaïque que propose la culture soninké. C'est un honneur pour nous de vous compter parmi nous aujourd'hui, en ces moments forts de ce rendez-vous biennal. Donne-moi le programme. Le programme de nos activités se déroulera comme suit. En premier lieu, il y aura le défilé des différentes délégations venues de plus de 15 pays où se trouvent des soninkés pour magnifier avec nous ce soir cette activité du Festival international soninké dans sa 7e édition. Par la suite, nous allons procéder aux discours et prestations des différents représentants et présidents d'associations. En premier lieu, il y aura le discours du président de l'AMPLCS, Ouagadou Sané, et le discours sera traduit par la suite en soninké et en hassani et en arabe. Ensuite, il y aura le discours du CIAS, qui sera prononcé par son président, et par la suite, il y aura le discours du représentant du président Adama Barrow. Par la suite, nous allons inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, pour lancer et déclarer l'ouverture de ce festival, et ensuite, nous allons passer aux festivités et à la soirée culturelle. Je vous remercie. Salam alaykoum wa rahmatullah. Maremu wadaka kouji. Jamane ni manke Mohamed ou le Cheikh Al-Ghazwani. Bismillah. Otan nan nawari. Oga kebe l'ongelenki maremu. Fouala mandefe. Monsieur le Président de la République, soyez les bienvenus parmi nous aujourd'hui. Tous les soninkés du monde entier sont fiers, très contents aujourd'hui de cette 7e édition dont vous-même vous êtes déplacés pour venir faire le coup d'envoi de cette 7e édition. Mais Monsieur le Président, je vous demande, au nom de tous les soninkés,
qui sont venus du Mali, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, qui n'ont pas pu faire l'accès au stade. Si vous pouvez donner l'ordre à la sécurité, tout le monde veut vous voir, tout le monde veut vous écouter. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Gambie veulent vous voir parce que vous vous êtes déplacés pour cette 7e édition. Si possible, je dis bien, si possible, toutes les délégations sont à la porte, Monsieur le Président. Nous avons besoin de votre visage. Nous voulons vous voir avec ces soninkés ici présents. Merci. Kegana Dangi, soninko, orofokita. Orofokita. Orofokita de. Atok kongini ya kantonyana. Yamane ni manke, nangiri tani nkama, soninko, ludra soninko nkiri, mortanye nkama, nali ketakari bari, khasogwe. Khasogwe. Monsieur le Président, vous méritez plus que ces applaudissements. Vous méritez plus que ces applaudissements. Malheureusement, j'ai dit bien, Monsieur le Président, depuis que vous avez reçu nos deux présidents de l'AMPLCS, du CIA, qui nous ont fait le compte rendu pour dire que le Président vous a dit qu'il assistera à la 7e édition, j'ai commencé, je dis bien, à écrire mes mots. Mais, je dis bien, 48 heures avant le festival, ma gorge est tranchée. Je n'ai plus le courage de lire. Sinon, aujourd'hui, je vais vous parler arabe, je vais vous parler soninké, je vais vous parler français, polar, wolof, ici dans cette salle. Monsieur le Président, nous vous remercions. Avec votre gouvernement, nous vous remercions. Nous vous remercions. Monsieur le Président, on est fiers de cette Mauritanie. On est fiers de cette Mauritanie. Un pays de paix. Un pays de paix. Un pays de paix de ce que la sécurité existe en Mauritanie. En 2014, nous avons organisé ce festival. Du début à la fin, notre sécurité est là. Remercions la sécurité mauritanienne. Vraiment, nous vous remercions. Nous vous remercions. Mare Mouterinkano. Ah, et Dakoun Kine. Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui face aux soninkés de différents pays. Monsieur le Président, je vais vous dire quelque chose qui va toucher peut-être certaines personnes. Quand tu rencontres un soninké, c'est le seul qui peut te répondre toutes les langues du monde. Toutes les langues du monde, je dis bien. Le soninké parle polar, soninké, olof, arabe. Mais qu'est-ce que les autres disent? Le soninké est difficile. Il n'y a pas une langue difficile, il n'y en a pas. Il faut se donner. Et Marebou, Yagaru Yigu, on a demandé qu'il manque qu'on a Tiga. On a Tiga. On a Mama. Monsieur le Président, accompagné de son Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, sans oublier les officiels qui ont fait le déplacement de leur pays pour venir honorer notre Président. Avoir un président comme Razouani, c'est difficile. Il faut revenir en arrière, mais on ne peut plus venir en arrière. Monsieur le Président, je vous vois bien. Je vous vois. La Mauritanie est fière de vous. La Mauritanie est fière de vous. La Mauritanie, vive la Mauritanie. Vive la Mauritanie. Monsieur le Président, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est le programme. Soninké begaire, ado fulle begaire, ado olfo begaire. Soronger len khirsungen o gitu. Igeni kitelo dangé, igeni khasi bagandi. Manam kumu, soninko khagolnya. Olay tonin ko noni jakki, jaru na gambre ko. Khaken ko ta fete leg. Isigi meada, mogari kenga katkane maremo. Wada khakuni, wada khanawari. Monsieur le Président, bismillah. Monsieur le Président, tawira ma khumbane, wada bismillah. Allah jarama jarama, shukran laka. Jere jef, wada khuni. Monsieur le Président, wada khuni. Salam alaikum. Jade, elleni soninka wali Mauritanie ho nkallam hay lughat kamil. Soninka rek mo nek Mauritanie mu wax. Waxigi yeb ko soninka tan woni Mauritanie hala hala jide fop sara khulle rek mo nek ci Mauritanie mu wax yeb mara xaw be Mauritanie kono ibe kuma me wallahi ala ya ji mara xawma tegere mara xawka
kwanti min sonin kon daga ni sonin kon bayna non ayere iga kanu kusumuku angana sonin kallemen cikinde ana kannen cikon nan daga ni alhamdulillah rabbil alamin nahnu kallam kilama fullani ni kallam kilama hasaniya ni kallam kilama alafiya wala kilama sonin ke wa kilam bambara alhamdulillah rabbil alamin wa arab wa francais nawari marika nawari marobuna khannawari khammugi ke khawriya khem posumuke nautu gilis nautu sukhba malellambake sere sunto dayere muke ahdun min al-izz wal iman wal khuluq wal fath wal silm wal ikhbat wal alaq تنداح من عمق بحر الضاد أنحره منسابة عذبة الإيقاع والنسق أحد تمدد في إفريقيا عبقا يدين بالله ربا فالق الفلق حيث السونينكي رمز للحضارة لمجد المؤثر للإخلاص للخلق لخالص الود لا ميل ولا كذب لسعنة الطهر تأتي بالندى العبقي للكد من أجل أوطان مجررة يسوسها ساسة من معشر صدق أحد السنين كيف في شنقيطة تحفظه في الكتب في العقل في الأرواح في الحدق شكرا للحضور والآن نفتتح هذا المهرجان باستقبال الوفود المشاركة لهذه المهرجان وقبل ذلك أريد أن أشكر شركاء هذا المهرجان نشكر شركة شينغيتيل كما نشكر ساقام واس ام سي ميجا وجميع الشركاء الاخرين والرعاة الرسميين والان نبدأ مع تقديم الدول المشاركة لهذا المهرجان دونك فيستيفال ناو جوباناتي ديفيلي جمانو كوبيني سوغيري وبي بسم الله انالو Monsieur le Président, nous allons entamer le programme. Nous demandons au Président de la MPSS, Wagadou Sané, Ali Boubou Gandega pour son mot de bienvenue. Ali Boubou Gandega, le Président de la MPSS, l'Association Mauritanienne pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Monsieur le Président, vous voyez l'inconvénient que je disais tout de suite, même le Président n'arrive pas à rentrer. Même le Président de la MPSS est bloqué à la porte. On ne le voit pas. Monsieur le Président, si vous êtes là, Ali Boubou Gandega, nous avons besoin de vous. Pour votre mot, ou bien vous allez le faire seul. Ok, merci. Maremu Harbi Kundunyani, ono soninka wade serewo sere andan dutu serewo sere andatu angal kebe serewo sere andatu angal bokko nokbe serewo sere andatu angatel nokbe serenga ti dutu naburu kube agunyo disumala ona nya hadumremu oga simene kasoko ali bubuga lega fa kiryan kana Kassoro Ali Boubou Gandega, président de l'association mauritanienne pour la promotion de la langue et de la culture soninké Ouagadou Sané. Monsieur le Président, cette association a eu son récépissé en 1974. En ce moment, l'association ne possédait qu'une troupe qu'on appelait Ilenkaré. Aujourd'hui, nous sommes devenus des internationaux. Ali Boubou Gandega, Aourini. Kondunyani Maremu, Monsieur le Président,
FISO, c'est le Festival International Soninké. Festival Django Logonte, international Jamanou Melaha, Soninké. Monsieur le Président, je crois bien que vous parlez Soninké, je crois bien. Sinon, on va vous enseigner le Soninké. Je suis là pour ça, Monsieur le Président. Je veux que vous parliez toutes les langues. Vous allez parler toutes les langues, Inch'Allah. Parce que vous avez un bon programme. Votre programme est applaudi par tout le monde. Merci, merci, merci. Ali Boubou Gandega, Ali Boubou Gandega, bismillah. Kharso Gontimi, Ali Boubou Danga. Kharso Gontimi, Kharso Gontimi, Ali Boubou Yagaroumani. Ali Boubou, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique. Honorables invités, Messieurs, Mesdames. La Confédération internationale des associations culturelles Soninké et l'ensemble des Soninko éprouvent l'immense plaisir de célébrer ensemble en pan de la riche culture de la Mauritanie à un moment où Nouakchott est désignée pour l'année 2023 capitale de la culture dans le monde islamique. C'est là une fierté pour le peuple mauritanien en général et pour la communauté soninké en particulier. Monsieur le Président, la 7e édition du Festival international soninké est placée sous votre haut patronage. Le thème de cet événement, qui est organisé pour la deuxième fois dans notre pays, après celui de 2014, est parler et écrire pour que la langue demeure. Cette ambition, Monsieur le Président, se veut l'écho de vos choix forts et de votre volonté de valoriser la Mauritanie dans sa diversité. En effet, Monsieur le Président, cette année, la Mauritanie inaugure l'école républicaine à travers laquelle vous avez décidé que tous les enfants de tous les Mauritaniens puissent accéder à une éducation de base unificatrice avec l'enseignement des langues nationales. La création d'un institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales est une illustration solide de cette volonté politique que nous espérons à sa juste valeur. La communauté soninké reste très attachée à ses traditions et à sa culture. Elle demeure ouverte à l'esprit de partage et de solidarité. Elle fait du vivre ensemble un principe inébranlable pour raffermir une unité fraternelle profonde avec tous ses voisins depuis des siècles dans une atmosphère de paix et de concorde. Honorables invités, messieurs et mesdames, au nom de tous les festivaliers venus des pays de la sous-région ainsi que de la diaspora d'Europe, des États-Unis d'Amérique, je vous exprime nos salutations chaleureuses et vous souhaite
la bienvenue ainsi qu'à tous ceux qui sont joints à vous pour ce heureux événement. Soyez-en remerciés. Nous formulons le vœu ardent que ce festival puisse être le tremplin d'une véritable unité nationale indispensable à toute sorte économique et sociale durable. Je vous remercie. شكرا لرئيس المهرجان لرئيس الرابطة الموريتانية لترقية اللغة والثقافة السونينكية علي بوبو غانديغا. والآن نقدم لكم ترجمة خطاب رئيس مع نائبة الرئيس ياغارو سوماري، فلتتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مريم كوني نانغي امبالي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وديغا مونغاتانا كاتي جماني ني مانكي أدرونتي محمد شيخ والخزواني موريتاني سونينكا فنا لينكي سونينكا دارو سونينكا لينكي هناتي نانا ماني أدي سونينكا هون كوي تكيبي نرينا كوي تابوني سيكي إيغا فاليريني فيغا بنيانا فوغني أغمد بنيانا dunalo wolo aga joppe Mauritania o ikencho wayenno honga ona mama ona illa tigana nataho agri takhebe toho sonin kondanga ad sige ke lenki agri tewe ku golluga joppe ne kengedi festival nyerunde kendu koy nanti jahaga golluku beni debeni inayi meya igira sonde menya paske ari kofo lenki na ko enan soninka ho ani ma fi dereya o derenga saxa gelli sandigrani qirse muhammadul bilal adi gouvernement chu dama delegation su ga yere kengane ambassadeur ni ado fofo su gari motani dema kudo motani daga yakane ewa oyi su mamana oyi tigana onita danga ina bismillah adoronte nga saxa geli delegation ni nyim mankonga igi giri jaman palle ona jopati o wahi Ousmane Bokari jagana agani president de CIS confederation des associations sonike jamanu beri gari te jamanu ko tamido cargo ngana tinuy kono wacce ay gilono ha hasu kof mantonga o ha kunyin onata hadanga hanam bismillah ken no honga delegation su ha giri ha battenga gel gunne makani onata hadanga hado tampiye hana wari ha bismillah bismillah ne nangi en palle madam o so en no ho nato soni ga hondo kof soni ga ho kebe dar ogatin ogiri aswan geli sonin ka ho kebe ogiri aswan ogiri kartas igatin kanta kanta nge kere odag minne oku sonin ko oyan ku beni sorfono daru annabi gimu ngiro nya igatin odanga firawuna ni haru gisa kenya barke nam pillo do batteke oga kapte mun la sonin ke ngano ko so an kapte nyamula kunya fayke wacho ogiri kartas onali egypte Egypte ga kere orita hu mine orita hu Afrique Afrique dang mine Ouagadou Ouagadou dang mine inati kumbi sale a capital ngani gay modi tan nyinye ke ya hen kama olanti to ko daru kono na to honi lenkire munya o hay ke fini duna soro beni hota vegi kama en tant que soninko en tant que hadam remu odo dunay tele domi
odo soni ka hoke ha oyimulo onan tigiti o festival atamin man yirgi oti onchefe onchefandi kudo o mahsanku soni ka hoke funcene do manne an do hanne kiya hanne ke gana sanko mahbane abocite ken chabu danyani o president mohammed cheikhul khazwani ad koyti tere kitunga mortani jamane noho yirgin cine nga ad koye nanti l'école ni ngana yugunin ina tere école républicaine banalle mefeo miskina le mefo asunu jopano l'école primaire ke ho ganni o ganyatu mohombe manen karanga sine fana o ganaro l'école hannu beni o gadi sugo ina tele langue maternelle ay kefini ke nga soninke lenki 21 février c'est la journée internationale des langues maternelles agabo o ko hado festival muñi kenga o soye no hon o jemaane no hon ka idi killu muño kané nanti soni kan kané fulle wolofo yi sagé na hadanga l'école ninga ona bravo ko to président de la république na madam fifi lani ngani kewe kenya fumbe gatangana kumbe gatangana gelli ogor ko mo hombe hanne lanti tefene hanne ke lanti tertibini kudo igama jamane kannu nya sigindi ho ganni aga nyoma mo hombe igatini les cité des langues kenka o président de la république mohammed cheikhul khazwani adi kenka no wonda ndaga inshallah yirgi jamane kannu kay siki igatini les cité des langues kenni manne laydo ke bega tefi ana bagandi yahe maremo hadoronto yugudo ya haru kendangi en palle oy muru na festival yene kusuma ben su bi gir gel amerique ma afrique ma diaspora kesu ona ti danga o kunyindo doronto nga hakama o yalla nyagana ke festival o gadi jopati bismillahir rahmanir rahim ona kinyande alhamdulillah rabbil alamin o yalla nyagana besu giri kompe nga anna yille katan kore nga jom do heri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nawari mokosiri yakaru sumare nawari ali bubu gandega kemu khani defile nan kawantarini kebe gatenga nakata gelli sonin konname sonin kondambe sonin kollasli inami no khondi jamanu kubenu sugari maser sugari akamanga defile o jamane nyim mankenjo muhammedu sheikh al khazwani o wa munda nami kebe goma khadambe kebe goma khille kebe goma kha o wa munda odo mauritani sonin kentuna takandime o wa munda odo mauritani hullentuna takandime ado mauritani surakendo mauritani wolo ho assalamu alaikum mari mo rabani sukuniti to gondi jamu ona khasimandi nanti mukki daroto ma igari ke jandolo gonte o akhinu nyano kapalle modi suka khambani konno senegal tun kanyugo makissal ada delegation khore girindi la lire ministre ngino gondi iga khili telli wa Mustafa Timera ado boko jey mer ga khali khalilu waje khalilu jeydi waje awayre adi kapalle mo iri tahanan ko an liti Macky Sall togonga a nyamundi me an li Macky ta khadi girindi nan todi suna ke siwe tahandi ko mo ko ma delegation khore giri mali gari yum manke wi kane atogonga ni Ibrahima Jawara a khawayre adi kapalle mo ado Abdurrahman Silla o mamu ngo xadi o akhino kapalle mo gambin ko do sorobene be gagiri cote d'ivoire ado sorobene be gagiri guinée ko yilisu bané su yim manke ngayre o gama serbe to gonko onada anyi mea sada al hudur nudhakirukum min jadid bi anna hunaka wafd rafi al mustawa ja'u min senegal bism rais senegal Macky Sall ala ra'sihim wazir wa mustashar yusamma mustafa timera مرافقا بعمدة بوكو جي خليل جيدي وجي ومع أيضا زملائه وجهاء وأطر من إخوتنا في السنغال كما نقدم تحايانا وتشكراتنا من وفد مالي الذين شاركوا معنا في هذا المهرجان الدولي على رأسهم إبراهيم جاورا ومعه شخصية سامية يسمى عبد الرحمن سلا إذا نرحب بهم جميعا ونشكر أيضا الوفد القادم من غينيا ومن كوت ديفوار وكل الذين جاءوا من كل صوب وهدب ليشاركوا هذا المهرجان الدولي الذي يبرز ثقافة وتراث المجتمع السونيكي وأشكركم
وأجدد الشكر أيضا لحكومتنا الموقرة ورئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني ورئيس الحكومة سيد محمد بلال والوفد المرافق لهم جميعا، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل محمد تنجا. والآن نستقبل وفود البلدان المشاركة، بلدان إذا أمور نخمة خنا جو فني بس كوقت انتقامي بكا خنا جو خنا فوق فخطا. إذا نستقبل وفود الجماهير البلدان المشاركة، تتقدمهم جمهورية مالي الشقيقة. sarobenu ga defilen da barne o wa munda khana khata nun je wondi honne jamane nyi manke ngayere o wa munda ana sonin karana men do sonin karat damben do sonin karat khille ngari khabenu ga defilen khada khata nun je wondi honne khada li o jamane nyi manke ado tore ke su mu man paita khun yere nalla wara mu kunu benu ga moritani no khondi khada her hay khana je wondi honne ma jamane nyi manke nga sonin karana men alla ana sonin kara dambe ngari ana sonin kara kille ngari ayimme agare khanke be sonin kara tunga yimme ya manda ngani bawo ke stad haykeni tabarakallah mashallah hada mare men nyanyi moya hulle ngayere sonin kan ngayere wolo hon ngayere sura kan ngayere ona allah tiga ona mama kubenu ga defile ne kada her hay khana khatan tigi khana li jowaye maha nalla warake limmali Mauritani, Senegal, Gambie, Guinée Conakry, Ado Guinée Bissau, nalla wara gelli Côte d'Ivoire, Ado gelli Amérique, Ado France, asuka humantenga, o watina khada ngane khayim manko khana bismillah. Jamane suga katorini, o wa barken chakundi na khada ngani. Allah wa itelle noku, anawase liwananda ngani, tahana nga, mekagara khata hila dimeke nukundi, 2014, festival ke gada bari khada yille riniere alinga khada ngane o watina khada ngane khana bismillah kubenu ga defile ne khada her hay khana sobe khada her hay khana sobe khana li kenyam pasu jamani ni manke nga tahunu muhammed sheikh al khazwani ali isan dignu awamu nda ana moritani na me ngari ado moritani dambe bismillah sid muhammed jagana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh asada al hudur السيد رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني لا يسعني إلا أن أشكركم مجددا لحضوركم في هذا المهرجان الدولي مهرجان المجتمع السونينكي وأشكر كذلك الحكومة المرافق وأعضاء الحكومة السيد الرئيس سوف تعرفون هذا اليوم من هو السونينكي وما هي الثقافة السونينكية منذ أن كانوا في إمارة أو إمبراطورية غانا في عهود سابقة وهنا اجتمع المجتمع السونينكي من كل مكان في كل من غامبيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وأنغولا وحتى مصر هناك السونينكي مجموعة من المجتمع السونينكي يتواجدون حاليا في مصر مدينة أسوان حتى إنهم في التاريخ يقال بأن أسوان كلمة سونينكية من أصول سونينكية أسوان معنى بالسونينكية أسوانو أي الجميع هناك الكل هناك لكن التاريخ يغير في بعض الأحيان بعض الأمور وهؤلاء جاءوا من كل فد عميق ليجتمعوا في هذا المكان والمجتمع السونينكي يشكرك سيد الرئيس على الوحدة الوطنية وعلى اللحمة الوطنية كما أنكم تدعمون الوحدة الوطنية فإن المجتمع السونينكي اليوم وراءكم اليوم ووراءكم غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى سترون عادات وتقاليد منذ عهد السونينكي في العصور الوسطى وكما أطلب منكم سيد الرئيس كلمة واحدة فقط أن تنطقوها في السونينكية تسلمون المجتمع السونينكي بكلمة مارمو سونينكو خمغو يكفيهم ذلك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مارمو انا يلي كتاوا هايسا هو امكنو بسم الله ندين كاما انت مونغونو مارين غابين كو بيغاري يغرسي غادي محمد موسى نجاي ادو الحاج موسى درامي دو شريف تمبدو يغادي جماعه غيري
on a yille kunyinde ndo khantande ngala kata Omar Moubé ga gri France APS yi manke ngadi patiaga ni Ousmane Bokar Jagana adi délégation yiwayere na gri France kusu do ka mantonga bande sugay alli ci soni ka ho alli tanki lendanda mbegna na like ko taraga na ngalindi bo khirsi ko robenu be goma ay taxunte ngoma ha Mauritanie o khantande ngi kama o gida nya rubinu be khaga sigina golle ke ya gemba gandi odi nawari odi khanta sa sawa munda soronchuni jonko ikata sangudo legube igari bagandi iga soni konda mbe bangandi ni adakhile adanami kundu nyani haikebi maremo soni ko lenki oga soni kan beranya ay o kadana soni kan kanne nya konno ka amen takori kadi moga kata kan kuttu ka konno gilli kebe ga kata demanen kan nunna kati be sugo magayele moga kata kunka hayni oni ka hu golleke bawni lenki angana hay kebe suga yere agar sonin kan nyira melondi ataka den chu hay sonin ke ka sonin ka u he kan yenyen tigi gar sonin kan nyira melondi kenku na lenki sir suga ro ke beradi lenki moga ra toko kurum baranga onanye sonin ka yagare mo onanye sonin ka yugo kenku na sonin ko gado wale kumino kaga defile nda barni ke wakati obat ni dangay ni tanje wondi jamane nyum manke ngayere kudo ana kata sonin ka u wala ana kata sonin ko nyira londi mo ngalla ana kati na men ka wala kenku na sonin ko kado wale o wadde kanam bismillah mu kunu be no kagade debendi o wadde kanam bismillah kenku na kubuno ga defile nda barni kada here hay kanal li kada here hay kanal li ketanke yo kundu nyani sonin kala mu sonin khamu gano khager fofo baga ma sha Allah te sugu kata te ene kebe raya o xati gana o xa mama na ti kha teweye nga o fankan ci gana agero mama adi yugu nallombo nga adi golli nallombo nga sha Allah isu se suga barake o wi ci gana o wi mama na ti teweye nga ken kha gana dangi ku nga waga du sane nyim manke nga o ci gana o mama na ageni Ousmane bo ageni keku nga Ali Boubou Gandega beri na jaman ko home ken tu koto jaman goy mande nya koteni goy mandan cire Ali Boubou Gandega ken kaga na dangi khadi harbita Ousmane Bokar Jagana aka geni APS yimbanke nga ageni association kebe ga sikiro soni kan kanne nga aname nga awurginde nga ona khatiga ona mama ayandi dokonde ber soni kalle munda nga ayandi kitaben safa komo siki ado tanji ke do doru siki gaya aga soni kalle munda nga kha hanu khana munne fe bakke aga tidanga dokon fayke aga tidanga i yumu namba gu gubo nga tiken kitabu kenku nga mashallah te sugu kata te yene ke jama anyangir senegal yangir mali yangir gambia angir to danga france ya mashallah o kha su ku ni mashallah o tin kha danga khanam bismillah fofa sun ti kha bini jamaane ke no ko nga alla gana tikti musibo nga magantanya fote yeku nga ken kha gana dangu fon nan kaw nga o tin kha danga khana kha toru muñi khanan terinke beri ke baraku nga igati jandolo gote tanyerunde nga aga de berniere adi ni ku nga 2014 adi ni anya yere kha yergu ku nga fon nan kaw nga o mulla inan terinke inan fayindi beri ku nga tobbe ke adi ke nya tirindi iti onan sefe onan safandi onan baka sanku ken ku nga fon nan kaw fartan yen fay khana munne fe bakke beri ku nga lenki kota atelier ni barake soro ngu barake len ko ta nga igu boyindu asuku nga farta nge nyaani sonin kondanga iga katana munne fene bakki sonin karageni kebe sonin ka ku geni kebe adambe aname akhille o murnu delegation ku khama kha sere benigeri anya ngir gambia anya senegalia mashallah o mulla khatuna lo delegation ti delegation khana lo khana maje ona kha wori hado kebe geri anya ladan kara nyanya dabben kara nya mashallah ya khara khusu yuga khusu isuni kitum kirime ilam maje yere ina soni ka khu yamba ina soni ka khu tu kammu ina kiyaro soni ka khu berke yan soni ka khu sesu ka barake lenku ko tan so wonte nyani sesu ran tati lenku ko tan mi so woke bara katina li ay yakhin min tutu kure ada ajan ka bi ondia dolme yere khasa to khawa ku ni khawa mama mashallah khawatu kunga ke baraya kunga ana logo kelli fado begemi etewe mali delegation nga ayi manke nga lenki kota nga adu pura kampinte nga ada ko kellaga ari jere tette ari jere tette minne Mauritanie tori de be nga nu ak shot ayakke nga kunga ageni mitu lenki kota nga aw estat ken ko nga mitu dukure o dan kuni
odan kuji mashallah otina ndanga annab bismillah odan kofo nyani ke bara mukke suga barake mashallah odo ha kofo nyani khanam bismillah fofo suntu khabini bito ku nakti nogo har bito ku nakti falle fo ma foteye mashallah o kofo nyani ke bandirabe hal plerebe on calminama on jurama on calminama onon kala minen e onon minen fof dendi odo festival mashallah no hal plerebe biiri tan be bi ko renduben pecciat minen dendi dum ami biya mon bismillah mon bismillah mon dum kadi so benni buma waxe hal plar yi fawma wax sama mbokk olof yi mashallah ñom tamit mashallah ma ngi len di nuyu di len gëreem ma len di wax ni nanu tok bis bi ñun ñop ñoko bok suñu bis la nanu tok lepp lu jëm ci aada ciosan mashallah tay lepp la ñuy woné délégation yi muy jël délégation bu joggé Sénégal muy Mali muy Gambie muy Guinée muy France muy Espagne muy Angleterre ak fu mu manta nek machallah yeen ñep ñu ngi leen di jaajeufal ñu ngi leen di wax na ngeen tok machallah na ngeen dal ak jamm soni kallé mu soni ka xam mu gaano machallah kundu ñaan assalamu alaykum pandrabe musibe teddubi on salmina mon juraama to ko gardugol horej leen di Mohamed Wul Cheikh El Ghazouani hade non ene ngandi ko nyalaw mawde wonande soni koobe nyalaw mawde wonande kadi pinal soni koobe e der duune baba adam ha tengse tawre do Afrique bangi hirnaange on Afrique de l'Ouest e de do leydel hande tawre do e der leydi dendani islam yankere Mauritanie woni besku soni koobe woni do der leydi Mauritanie non kadi be leydi Senegal non be leydi Gambie non kadi be leydi Guinée Bissau haami e duune Europe non kadi e leydi deddude Amérique e bangeji certudi tam fo hande aben tawre do e wertangu leydi Mauritanie ha tengti do e nokshot lamor go leydi ndi eren ciftor non ko goddo woni kolol jeedabol woni ko wite ko 7e festival ta ko international ndedo fedde sonin koobe ngam wurtinde dartol pinal e gandi e ngurnam beedo fedde sonin koobe sikala no jirdon goddo helloni ko pinal e nyaaje sonin koobe kanyum arar do joni ma pinede e kinde sonin koobe baadi mudum certuni ma ar waawa addu delegation ngaji mudumen beedo arabe do joni goddo nyaajo ko besbu soyin koobe taw ko jabbe leydi Mauritanie dum non bandiraabe pobbanebe kellanebe no haamirti ni kemmo xani maremo so robenu gatte filene kundu kuni Mauritanie ko nyaa xara so xontimi Mauritanie sarere mundangani xara so xontimi Mauritanie sarere mundangani anganaati Mauritanie anti soninke anganaati Mauritanie anti banan naxu anganaati Mauritanie anti daroye kada so xontimi Mauritanie sarere mundangani soro benu ga bereke xatiro kota xadaga soro benu ga halle kun kanari kada way jangini jeweya maha ku benu ga halle onatu xadi ku benu ga halle ken dangi halle commission des femmes o watina xadangani xanam bismillah soro babe ga sikido ya xara xu dangani kunya hay kun kundu honnan kayu khakir sunyani halle honnan kayu ku ga jangi kundu khir sunyani halle kir su kubenu gama khenke isigin tongani ya karugani iga kye wagadu sane nokondi iga gollen chu dabar ni ti hata manga kada so khontimi soro babe ga wagadu sane nya karung choro bandangani ilam nu nyani ka khara bay jangini soro benu ga khalle inari kan dangi halle o jamana ni mankem paga sigi aga da so khonkina khay alhamdulillah rabbil alamin ona sonin ka khutimi ga alhamdulillah rabbil alamin ona allati ga ona mama ona saranon tiga oni mama kandangi halle soro ba be gari ni khada sobe khana li jamani ni mankem paga sigi aga da so khon timi sonin kolle mundangani khayi menu nan choko khatu dangani idhan tushahiduna al'an al'ard wal masira al flokoria li al malabis al taqlidiyya soninkiya يتقدمهم الوفد الموريتاني المشارك من مختلف ولايات الوطن السلام عليكم بوكي نيوغي لين دي نوي يين نييب ني في تيو تاي ديكو تامبلي سي كيغا خامتاني موم موي نجيتو ريو مي محمد شيخ وليل الغزواني دي سي تك كيغا خامتاني موم موي نجيتو جاورين يي وول بلال دي سي تك ناك مامبر غوفرنمان بي ييب waye di nuyu suñu mbokk soninke yi nga xamanteni tayji lu ci ñak ñoy ñak
tay ji walu walu yi ñepp nangu nañu tay ni yeenay bur tay walu walu nangu nañu ni sawni kay ñoy bur ndax ku gis li nga xamanteni tay ji yeen def ngeen ko mudi la nga xamanteni fierté la ci kep kuy doon Mauritanie ndax Mauritanie yépp nga fi di poular nar soninké wolof té dañu japp né li nga xamanteni mom moy kemo xani ké soro babé ga dangina kundu igiri états-unis soro bañani ké kundu ka hobé ga états-unis dangani xara so xontimi états-unis kon dangani états-unis soro bañani ké ya néna té alla wayrini السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم الجمهور، أحيي رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني والوفد المرافق. تعتبر هذه مبادرة طيبة وتعتبر مبادرة جيدة لها دلائل ومعنى. موريتانيا اليوم العاصمة الثقافية الإسلامية، وها نحن اليوم نفتتح المهرجان الدولي السونيكي. لا بأس أن ألخص هذا المهرجان الدولي السونيكي مبادرة جيدة، لأنها مبادرة من المجتمعات السونيكيون الموجودون في العالم. لا بد من هذه المبادرة من أجل الحفاظ على اللغة السونيكية والثقافة السونيكية. كما يقول المؤرخون السونيكيون سكنوا مصر ثم وجدوا باسم الآن يعتبر الآن غانا باسم غانا، وهذا موجود حاليا في غانا وجدوا. وبعد ذلك سأحيي هذا العرض الذي جاءوا من بلدان عديدة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا. الآن العرض يبدأ، أرى بعض الناس يأتون من أجل أن يعرضوا ما ثقافتهم. أعطي الكلمة لزميلتي أو زميلي عثمان مارقة. شكرا للزميلة زينة أبو جابي. والآن تتواصل المسيرة الفولكلورية مع الوفود المقدمة، الوفود القادمة من مختلف بلدان القارة وبقية قارات العالم. donc délégation bénigar ni wacha khaya khengi sénégalien yan donc sénégal délégation ya fakar ni wacha khaya khengi ya sénégal délégation اذا الان تتقدم الوفد المشارك لهذا المهرجان النسخه السابعه من هذا المهرجان ومعكم الوفد المشارك من الشقيقه السنغال. yo kundu ñani maramu urbané sukuñi yo xaga ya xanga ku ben wacha ken senegal delegation ya iam bakka barake o waxini ñano o kapalo mo ñani yo gatu soninko iandi meñi lenki duna su soninko yo delegation kebe ga terene wacha ku ben gesigi jamane ñi manke kané mohammedou cheikh el qazwani kengeni senegal delegation ñani odi ci gaudi mama o mulay inan dangi jowe waxa kofo ñani mashallah o ci gana idi rege kana soxo ka soxo danga ka soxo senegalé ni danga o ka fallo mo ñano o waxi ni ñani kana soxo wagadu rommu danga duna lolo wagadu rommu kumbi sala rommu ona soxi danga kemo xani senegal delegation ña haga tangi kundu délégation bégarini kenni 4ème région de Mauritanie gorgol xada soxontimi gorgol ndo ndangani ayani 4ème région de Mauritanie kengani gorgol xada soxontimi gorgol ndangani mais angana ci gorgol jaji bindena gorgoladi tulelina gorgoladi adi me kanan isuna gorgoladi 4ème région de Mauritanie xada soxontimi
gorgol konda ngani khadangi khadangi tabarakallah mashallah ken gorgol delegation nyaay 4ème région Mauritanie 4ème région gorgola hay ken kundu khana way jangi ni sorotanan waxa halle khadangi sorotanan waxa halle gorgol ko khadangi gorgon ko morta soronga khahalle tabarakallah mashallah ajama aharam paro aharam paro mashallah undur goto ona jondi wuron payron donc digamu nyankaw fe sefene jamane nyimanke muhammadul sheikh al-ghazwani digame ngamaha khir sutanani ben gayre digamu ngimaha ona jo khaganati garancholle khadaga mur gorgolya khaganati miselle khadaga mur gorgolya khaganati gara ado garanda kere khadaga mundu gorgolya gorgol ko tabarakallah mashallah kharabay jangini khadangi sorotanan waxa halle garini khama khanya kengemu aharam paro khadangi region tanan waxa halle kengani region Mauritanie region tanano ado mukudu benu goma khajamane kenu khondi إذن معكم عرض مسيرة وفد غورغول المشارك لهذا المهرجان ونطالب من بقية الوفود أن تتقدم يو خجو وانا فوكي فوتا وانا جو وانا جو بريزدان وقت لماني انا مغا وانا جو خدا صوبي او جماني ني مانكي غامون داكلي خدا صوبي جماني ني مانكي غامون داكلي خدا خاتانون تيغي خنا لي ما وامون دا اينا ديليغاسيون كوسواري ديليغاسيون سوكا يان كامور تاني نوخوندي خدا خاتان تيغي خنا لي جوي ماخا او جماني ني مانكي غامون دا اي ديسكور ندا غاد خدانا الله دعنا خدا جو خدا صوبه جوايا مخا جماني من كنا مندتلي بسم الله يا رحمن الرحيم قزواني ونام بسم الله سنك حق بسوغيرا قسم بسم الله سرو بنو غالي ني ساسا ندا غامبيا لي ني يوا كايرون كوندوكو ادو تاكو يا غارو يغاري ني يولغي يو خنا جو خاغي ما جو سو فغات سيغندينيا خانا جو پریزیدنت وقت لمانی انما ان قاو سفن سرتن ان قاو سفن اونا جو دونک اورگانایزاتور نی اور مور خما خانا جو دیلیگاسیون نی برنگ نی نغا اینا جو کوبے نی گپل ایگا سکی خان ان کیف جما اینا لی اینا جو فليأخذ كل واحد منكم مكانه ريثما يأتي رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ليلقي كلمته ما لا يدرك كل يدرك كله لا يترك جله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب المسيرات هنيئا لكم جميعا هنيئا لكم جميعا على مسيراتكم ومشاركاتكم رقصات وأغنيات وحركات كلها تترجم الثقافة السونيكية العريقة من العصر القديم إلى العصر الجديد خذوا أماكنكم جميعا بدأ الوقت يداهمنا ريثما ننتقل إلى الركن الأخير من برنامج هذا المساء وأهم ما يقال في هذا السياق هو ما يلقيه رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني شكرا جميعا شكرا لوفد مالي وشكرا لوفد جيني وشكرا لوفد موريتانيا والسنغال وجيني بيساو وكل الذين شاركوا معنا لإثراء هذه الأمسية البهيجة شكرا لكم جميعا رجالا ونساء الرقاصون والصفاقون وكل من شارك في إثراء هذه الأمسية البهيج بملابسكم وأزيائكم وموسيقى السونيكية التقليدية شكرا لكم جميعا
وأقدم التشكرات لفريق الموريتانية، التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا والقنوات الحرة التي شاركت في تغطية هذا الحدث الهام، وأشكركم جميعا. سنغال ديليغاسيون خنوار مغسري سنغال سوني بانينا خنوار جانجيني سروتانا وخهالي إيغاريني خنوار جانجيني سنغال ديليغاسيون خدا سوخون تيمي سنغال ديليغاسيون دانغاني خنوار جانجيني خدانجي هوتورون كيني وجبانا نمان كنغا مندا إني ديسكور ندباري خدانجي سنغال ديليغاسيون. شكرا للتلفزة الموريتانية في البث المباشر هذا النقل الحي المباشر، وشكرا لزملائنا في الاستديو، وشكرا للمصورين وفريق التلفزة جميعا وإذاعة موريتانيا والقنوات الحرة والقنوات الدولية التي شاركت في تغطية هذه المناسبة الجميلة والبهيجة والفريدة من نوعه وخصوصية هذا المهرجان بحضور رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة الموقرة والوجهاء والمفكرين والعلماء والفاعلين السياسيين بجميع أطياف الشعب الموريتانيا، وكذلك أيضا المجتمع البولاري وزملائنا المجتمع الولوفي، نشكرهم جميعا. إذا فليأخذ كل واحد منكم مكانه، الوقت بدأ يداهمنا. إذا شكرا، وقفوا رقصاتكم وخذوا أماكنكم. شكرا لمسيرتكم. مارمو ودا باني سكوني تي توني جامو ودا خنواري ديليغاسيون بي سوغاري لينكي ودي سنواري ودا مالي ديليغاسيون نواري غامبي ديليغاسيون سنغال جينينو كوي لي كوت ديفوار امريك فرانس سيري سوغا غيرنو غوبي ودي سوغ نواري تي جيلا قنونغا وقتي ندارغو ماغا اوناتو نانتي لكينلي خرنتا في واي اكانتاني لوكوتونغا باسكو سورو غورو كوبغو ماغا كامو كو ديبلاساندينغا امانيو وقتي ندباغا هوغا لينغو مغسو اونادي كوتنتغو وقتي ندباغا جاماني ني مانكي ياغي ديغان قادين غلاكاتوا اركلينكو واتي خانا نواري تي خير لوندونغا خماغا نيتونغا غاسوغو اغاجيلان قينونغا On a varié dans la Mauritanie télévision car à garder couverture d'abord dans les en direct. On a radio Mauritanie Nawarini, on a RFI Nawarini, on a presse internationale Besugariere. Il garde évidemment couvre dans les ouïes sur Nawarini Mokosri. Naturellement, qui ni Cheikh Kouate, on a honné connu dans les, on a il se recoue attention prêtée. Digan ane begarin korni afai dans les bengai. Mamadou Tanga wala Allah tigana harsenen tiga keni yewonya yewoke taga yaru nyana regene taga dimonu nyana juburku kata serebe ga yi kisenga manya hawa cham awikani ado macha ke chonga awabera kenogo i presidanga yere igatina ablai waiga awata kenga adi hone bakari waiga ado kotana ado duga cham igatini papa cham okori kimenya kitana kama yare ni soni ka hunya bane tunyi haba bane tunyi haba bao iganati shodin kagu ke shodin kagu ni hay yu fore gani ona muhammad qaswani ona nawari angara wari den ke shodin kukara meni ra allah ra ken tababu bao wa shodin kagu munda abi yimbe munda ala jiketahu galaga tahu tulle masi sarara ga murtani da kuma sarara gai ona sarara ga yakti bik marhab alik alhamdulillahi rabbil alamin ora tungala jumul karimutiga agara lenki koy abaani an kata keda sirsuranta ya allah baani an kata keda ngani be sunan bismillah sono ganjamanu kutum mi malim wurtane senegal di gambi gine gine bisaw presenti kana bismillah alay sheikh wul mohammed el qazwani aro jamaati kana bismillah ali bubu gandega ti kana bismillah sheikh sidia tanya ti kana bismillah alay traore ti kana bismillah alay qalu jere di wage ati kana bismillah usman bokari jagana ati kana bismillah ajo petit jamui arna nyamati jamui demba ganda fadiga awajibin kama wagadu karangalu kusata kagorota bismillah assalamu alaikum sad al hudur assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran jazilan lakum jami'an alana rais al jumhuriya sayyid muhammad wulshel ghashagh al ghawswani sayulqi kalimatahu
النيرة. إذا خذوا أماكنكم جميعا وسكنوا حركاتكم واتركوا الطريق لسيادته وفخامته. أرجو منكم جميعا إيه مريم سونينكو غدرو غتو غتاو أنا نديجي جمان نيمكي محمد الشيخ الغزواني أوا إيه هذا تانغو كسيجندي إيه هذا تانغو نسيجندي جمان نيمكي ناوي خانين على كتوا أرا مورو هما غدرو غتو خانة يا الله ده خانة نديجي هذا تانغو نسيجندي هذا تانغو نسيجندي جمان نيمكي ناوي خانين على كتوا أوكي أقول مريم هذا تانغو نسيجندي جمان نيمكي ناوي delegation pega tangi kenni si soga habar sauda delegation nyai delegation pega da batu kenni tulalin ko nyai kada jangon cikindi tulalin ko ya khanga khaya tabarakallah mashallah aro mali delegation ewa kada jangon cikindi kada jangon cikindi kada jangon cikindi bismillah o president Muhammad Sheikh El Khazwani bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي أيها السادة والسيدات، يطيب لي أن أرحب بكم أيها المشاركون في هذا الحدث الثقافي الكبير، وأن أعبر لكم عن مدى سعادتي بمشاركتكم اليوم فعاليات هذه النسخة السابعة من المهرجان السونينكي الدولي. وأقول لكم مريم سونينكو مريم سونينكو خا بسم الله. إن الثقافة السونينكية هنا في موريتانيا على أرضها وموطنها، فهنا تألقت وانتشر إشعاعها انطلاقا من حواضر إمبراطورية غانا التاريخية، ونحن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نعتز كثيرا بهذه الثقافة التي هي مكون رئيس من مكونات تنوعنا الثقافي الثري ودعامة من دعائم هويتنا الوطنية ولحمة نسيجنا الاجتماعي. ويشكل هذا المهرجان فرصة لتعزيز إشعاع الثقافة السونينكية وإبراز دورها الكبير في إثراء ثقافتنا الجمعية الغنية
على المستويين الوطني والإفريقي. أيها السادة والسيدات، مدامز ومسيو، je voudrais signifier aux délégations des pays frères et aux représentants de la diaspora soninké je voudrais leur signifier combien j'apprécie hautement leur engagement culturel et leur constance dans l'organisation de ce grand rendez-vous de la culture. La culture, et c'est une évidence, concourt fortement au développement économique, social et politique des États. C'est à travers elle que l'identité de la continuité historique des sociétés humaines acquiert sens et valeur. C'est pourquoi la Mauritanie est et restera toujours activement solidaire de toute initiative contribuant à la préservation, au développement et à la promotion, du brassage et de la diversité culturelle. Ainsi, nous avons fait de la promotion de notre diversité culturelle un axe majeur de notre gouvernance sociale, politique et culturelle. Cela est aisément visible dans la réforme de notre système éducatif, actuellement en cours de mise en œuvre, qui assoit les bases d'une école républicaine et inscrit l'enseignement de nos langues nationales dans le cursus scolaire afin de renforcer les échanges culturels entre les différentes composantes de notre tissu social. Aussi, convaincu que le présent festival contribuera significativement à la promotion de la culture soninké et plus globalement à l'enrichissement de la diversité culturelle, je lui souhaite plein succès et déclare ouverte sa 7e édition. Je vous remercie. مشاهدينا الكرام، تتابعون معنا خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في افتتاح المهرجان الدولي للثقافة السنوكية، والذي تحدث فيه بتحية الجمهور بالكلمات من اللغة السنوكية، وكذلك تحدث بخطاب فصيح باللغة الفصحى باللغة العربية ثم بالفرنسية ليبين فيه معظم الجوانب التي تعكسها هذه التظاهرة ومدى ذرائها في بلادنا، حيث يعتبر المكون السنوكي أحد المكونات الفاعلة والفعالة في الثقافة الوطنية وفي المجتمع الموريتاني بشكل عام. وهذه التظاهرة التي تعتبر إحدى أبرز التظاهرات التي تقدم هذا المكون بشكل يعني بارز للثقافة السنوكية التي تعتبر إحدى الثقافات الوطنية الغنية. طبعا على هامش هذه التظاهرة سيكون هنالك معرض للمنتجات السنوكية وبعض المنتجات والمهارات التي يتميز بها ويتمتع بها هذا المجتمع، الذي هو مجتمع غني بتراثه وبثقافته وأيضا غني بمواهبه وبمهارات المنتمين إليه. إذن المشاهد هنا من الملعب الأولمبي ضمن هذا الجو الاحتفالي الكرنفالي الذي يلتقي فيه السنوك من كل مناطق البلد ومن خارج البلد ليقدموا ثقافتهم وتراثهم العريق التليد ضمن المكونات الثقافية الوطنية التي تنصهر وتتعاون ضمن هذا التناغم بين المكونات الوطنية. الجمهور تابع قبل قليل، ورئيس الجمهورية كان حاضرا، تابع
عروضا للدول المشاركة كانت تلبس ملابسها وكانت لديها أثوابها التقليدية التي تقدمها للجمهور الحاضر من مختلف المكونات. إذن هكذا إذن نقلنا لكم هذه الفعاليات التي ستستمر في نواكشوط، بينما نودعكم نحن ونشكركم على متابعتنا طوال هذه الساعات لهذا البث الحي والمباشر لفعاليات انطلاق الأسبوع الوطني، الأسبوع عفوا للثقافة السنوكية. إليكم جزيلا لزملائنا من الملعب الأولمبي على مواكبة هذا الحديث الهام، وهو نسخة سابعة لمهرجان السنكي الذي جرى تحت الإشراف السامي لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. وقد تميز المهرجان كما تابعتم أيها السادة بكلمة رئيس الجمهورية التي أعطت إشارة الانطلاقة لوقع هذا المهرجان. رحب رئيس الجمهورية في مسألة هذه الكلمة بالمشاركين في هذا الحدث وعبر عن غطته بمشاركتهم إذن هذه اللحظات. وذكر رئيس الجمهورية بأن الثقافة السنوكية على أرضها وفي موطنها، حيث تألقت هذه الثقافة التي هي مكون هام من مكونات ثقافتنا الوطنية. ونوه رئيس الجمهورية بالمهرجان وبدوره إذن في التعريف بالثقافة السنوكية. أيها السادة، تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان وعن واقعه تتابعونها بمشيئة الله تعالى عنه في نشراتنا الإخبارية وفي برنامج خاص يواكب هذا الحدث. نلقاكم لكم منا جميعا طيب المناد، في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.